نحاولوا اننا نهرسوا واحد الروتين. البحر تتحس بالراحه ديالك، تشم الجو زوين وتشوف حتى الغروب. الناس كيبغيو يفطروا مع اصحابهم مع العائله. ضروري الرياضه كره مره مع الدراري. اليوم جينا باش نرفعوا صوتنا الى جانب كل احرار العالم لكي نقول للعالم أن المغاربة الذين كانوا دائما إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني وإلى جانب حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، اليوم وبالمناسبة ديال الحرب الإبادة اللي كيتعرض لها الشعب الفلسطيني بغزة، وإلى ما أمام صمت العالم والمؤسسات الدولية والدعم الأمريكي الإمبريالي الذي يمد الكيان الصهيوني بالدعم السياسي واللوجستيكي وبالأسلحة. اليوم البيضاء تخرج عن بكرة أبيها، نلبي نداء الضمير، نداء الإنسانية، نداء الكرامة، نداء الحق، نداء إخواننا وأخواتي، لأنهم اليوم محاصرون في غزة العزة. عام على كل هذه الأمة، وعام على حكامها، وعام على المنتظم الدولي، عام على كل من هو اليوم يشارك في هذه الجريمة الرعناء.